بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان الشقيقة. أعرب جلالته فيها عن تهانيه الخالصة لفخامته بمناسبة رفع اسم جمهورية السودان بشكل رسمي ونهائي من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وأشاد جلالته بهذه الخطوة المهمة التي تسهم في تعزيز مكانة السودان الشقيق على الساحة الدولية والاطلاع بدوره الفاعل على المستويين العربي والأفريقي. وتمنى جلالته للشعب السوداني الشقيق المزيد من التقدم والتطور والازدهار.